كان اعتقالات عشوائية من قبل قوات الصدمة والقوات الأمنية. أنا سؤالي معروف وراح أقوله، من صارت مظاهرات على الجانب الإيراني شو ما حد اعتقله، ومن صارت مظاهرات على السفارة الأمريكية ما حد انضرب، ليش الآن بدأت الاعتقالات وليش احنا عندنا شهداء؟ عرفتوا من الطرف الثالث شاهد عيان اكو اعتقالات؟ اي اكو اعتقالات من قيادة شرطة البصرة، واكو ضرب ولد والبنات وطالعين على مود لا يهتفون باسم ايران ولا اسم امريكا، يهتفون باسم الوطن وباسم العراق. كيف يا رجل اهتف ضد ايران، اهتف ضد امريكا، اهتف ضد الكويت، شنو علاقتكم بيه؟ اذا معروفة القضية الان، الاوراق انكشفت بعد، كل من قام يلعب على المكشوف الان. واكو اخبار من الاستخبارات بان قوات الصفوة وقوات الشغف جايين على التظاهرات وياخذونها ويطلقون التظاهرات والاعتصامات. هسه نعرف من الطرف الثالث، قضية ايران انتهت هي وامريكا. ايران وامريكا راح تتصافى بيناتهم، بعد الديون لا تظلون تطفرون منا ومنانا، احنا بقت قضيتنا قضية الوطن، مستمرين للمطالبة بوطن، رئيس وزراء مستقل وانتخابات مبكرة. وايضا محاسبة ومحاكمة الفاسدين. والمظاهرات جاية ترى. جاي مسيرة كبرى كل المسيرة واحدة، كل المسيرة مسيرة باتجاه المظاهرات، باتجاه الاعتصامات. قضيتنا قضية وطن. قضيتنا قضية وطن، يلمعكم وطن.